انضم الينا شبكه مراسلينا لمزيد من التفاصيل حول تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم. نبدا من اسطنبول مع عدنان. عدنان، اذا الاصابات تاخذ منحا تنازليا ايضا في تركيا على غرار الدول الاوروبيه، هل هذا سيدفع السلطات الى تخفيف القيود؟ بالفعل سهام، لاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية انخفاض ملحوظ في أعداد الوفيات وكذلك الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما دفع الحكومة التركية لإعادة تقييم إجراءاتها التي فرضتها منذ انتشار هذا الفيروس. كان هناك مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس، أعلن فيها عن حزمة الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة التركية للتخفيف من الإجراءات التي كانت قد فرضتها سابقا جراء انتشار هذا الفيروس. ربما أبرز هذه الإجراءات هي إعادة فتح المحال التجارية والأسواق وكذلك صالونات الحلاقة اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، بشرط أن تلتزم هذه الأماكن بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي. أيضا كان هناك حجر مفروض على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما ومن تقل أعمارهم عن 20 عاما اعتبارا من الأسبوع المقبل. وفي يوم حظر التجوال، أي يوم الأحد المقبل، قال الرئيس التركي أن بإمكان من تتجاوز أعمارهم 65 عاما الخروج إلى الأماكن العامة لمدة 4 ساعات فقط، وهي خطوة مبدئية ربما سوف تسبق أو تسبقها خطوات لاحقة لإزالة جميع هذه الإجراءات التي كانت اتخذتها الحكومة التركية خلال الفترة المقبلة. وبالتالي نشهد ربما خلال شهر أيار مايو والأشهر القليلة المقبلة بحسب حديث أردوغان رفع تدريجي لهذه الإجراءات، وذلك بحسب ما قال بأن تركيا بدأت تسجل انخفاضا ملحوظا في أعداد الوفيات وكذلك الإصابات. أنتقل إلى جاد، ابقى معنا عدنان. أنتقل إلى جاد في بكين الصينية. جاد، الصين تكاد تخلو من فيروس كورونا، نتابع معك آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وكذلك السجال الأمريكي الصيني بشأن مصدر نشأة الفيروس. نعم، قبل الدخول في هذا المواجهة التي حاصلة بخصوص منشأ الفيروس، يجب الإشارة إلى أن ووهان حققت اليوم، أعلنت عن تحقيق رقم قياسي جديد، حيث عدد الزيارات السياحية المسجلة يوم أمس الاثنين بلغ 100 مليون زيارة، ونتج عن ذلك محصول أو حصيلة مالية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي، وهذا رقم قياسي بالنسبة لتاريخ ووهان. لم تشهد يوما هذا العدد أو هذا الكم من الزائرين والسياح، ولم يدخل هذا المبلغ في يوم واحد إلى خزينتها. ومن ناحية أخرى هناك المدارس في ووهان التي تستعد لأن تفتح أبوابها ابتداء من يوم الأربعاء القادم. من ناحية أخرى هناك المواجهة المحتدمة الشرسة بخصوص منشأ هذا الفيروس، حيث تحدث التلفزيون الصيني المركزي الذي نرى مبناه خلفي عن البلاغة المخزية التي استعملها بومبيو لا تنم سوى عن البرهان الواضح أن ما لديه من الغش والكذب والسرقة اللامتناهية لا حدود لها، وأن المصالح الأمريكية من أجل تجييش القوات اليمين الجماهير اليمنية وقوات مناهضة للصين هو فقط من أجل مصالح سياسية لقادة البيت الأبيض ولمناصريهم المتطرفين. وبالتالي يعني المنحة يعني هذه من المرات النادرة التي يتحدث بها التلفزيون الصيني بهذه اللهجة الحادة إلى هذه الدرجة، وباستعمال يعني كلمات مثل البلاغة المخزية وهذه الألفاظ عادة لم تستعمل إطلاقا على التلفزيون الصيني المركزي، وهي تؤشر إلى درجة احتدام الأوضاع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جاد، ابقى معنا. أنتقل إلى رام الله مع عميد شحادة. عميد، السلطة الفلسطينية تلجأ لتمديد حالة الطوارئ شهر إضافي في ظل تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، كيف يمكن أن نقيم الوضع هناك؟
نعم، الرئيس الفلسطيني مدد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي، وهو الشهر الثالث على حالة الطوارئ من أجل مكافحة فيروس كورونا. ولكن الجدل اليوم في الشارع ليس بسبب كورونا، بل بسبب هل هناك قانونية لتمديد حالة الطوارئ أم لا. نقابة المحامين الفلسطينيين أرسلت رسالة للرئيس أن تمديد حالة الطوارئ لـ30 يوم إضافي إجراء غير قانوني، وبالتالي ونفس الإجراء أخذته مؤسسات حقوقية أخرى مثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. اتصلت بمديرها عمار دوي قبل قليل وسألته لماذا أرسلوا رسالة للرئيس عن عدم قانونية هذا الإجراء. قال أن هناك تخوف من أن تكون حالة الطوارئ شيء يستسهل التعامل معه في المستقبل بعيدا عن كورونا. وبالتالي الجدل في الشارع الآن ليس حول سبب إعلان حالة الطوارئ، بل حول قانونيتها. وهذا ربما يبرر تأخر السلطة الفلسطينية إلى ساعة متأخرة من مساء أمس لإعلان حالة الطوارئ، بعد وجود فاصل يوم واحد فقط بين حالة الطوارئ الثانية والثالثة التي جددت. الأمر على الأرض، الناس الآن ينتظرون خطاب لرئيس الوزراء الفلسطيني مساء اليوم، قد يكون خطاب رضائي لفتح المزيد من القطاعات. كما عبرت وزيرة الصحة الفلسطينية أن حالة الطوارئ الآن لن تكون كسابقاتها، بل سيتم فتح مزيد من قطاعات العمل تدريجيا بالتوازي بين وضع الوباء والوضع الاقتصادي. نعم. في الشارع كنوع من المراضاة للناس عن تجديد حالة الطوارئ. شكرا لمراسلينا كلنا من موقعه.